خوتي السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة طنجاوي في الغربة الأسطورة. ما تنسوش ديروا واحد الجرس، تفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين، وما تنسوش ديروا معكم لايك وديروا معكم كومنتير وتشجعونا، وشكرا بزاف. ما تنسوش ديروا لايك وشكرا لكم. ملي تزوجنا كديرها للمرأة راه يمك كتشيلها من الجمعة للجمعة، وانت ما كتفهمش هي باش غنعمل معاك. واش انا ما جيت من الزنقه باش تمشي لبلاصه تمشي عامل انا نهار اللي جوج فيك قلت لك يماك تمشي لها الجمعه الجمعه ديك العقل واش هذه يماك هي السبب، هي اللي كتقول لك كتعمل له المشاكل لراجلك، هي دائما كتعمل لها الشيء هذا. يعني انا نقول لك يماك ما تبقاش تتبع، ولا تبعتي يماك غتبقى بوحدك صافي. يماك انت تمشي لينا، انا يما ما نمشيش لينا، علاش زعما؟ اه يماك كتحرقك انا ياك، دابا يماك كتحرقك هي انا. يمك كتقول لك تخليها تمشي عند ما ها نسيتي تخليها لي ما نسيتي كلشي، ولكن ماشي مشكل ما تخممش. انا والله طيب في الغداء انا عشان ندير شي حاجه، يلا يلا طرطك وموت مجرمه ياك. يلا يما انا كتجيب لك انت هنا، يما كتقول لك دائما مزيانه، ودابا كتقول لي هي دار 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 تفعلتها. دابا شنو غندير معاك؟ دابا انت عندي معاك جوج الحلول، انما تعوض راسك، انما نجيب عليك مره ثانيه ونصيفطك من الدار ديالك، وحده من جوج. انما تبقى تعمل لي يما كلا ديالي وتحترمني، انما عندك الدار دبر وحده من جوج اختار، انما نجي نجبرك على درتي يمك لا ولا الدار دباك صافي. يلا جمع قلوعك وما تبقاش تدور معايا هنايا بحالك عدد. عدد مني ها؟ دابا قلت لك عدد مني انا مزيان، قلت شنو نقول لك؟ انا صافي ما باقيشي عادني تفضل، انا غنمشي عند الوالده ديالي والوالد ديالي هما يصرفوا عليا ويكلوني، انا ما نقلش معاك ها؟ عدد مني دابا كتزرحني، دابا كتقول عدد مني ها؟ ولا عدد مني انا؟ علاش كنتي عندك تقول طيب يمشي عندهم ويطيبوا لك؟ انت شنو عندي انا ها؟ ولكن ماشي مشكل صافي، انا نقول لك دابا انا هذا الراجل هذا تقول لي عدد منك صافي. يلا دابا اليوم كلشي بحال المطر، اليوم ما نسويش. ما جيت من الخدمه وغنجبر المراه خامله لي في بلاصتها، بقى بالريحه ديال النعاس ديالها، بقى الدار كامله مقلوبه، حوايجي ما مصبنين شي، الماكله ما مطيبه شي، اش غادي نقي بك انا؟ اش غادي نقي بك؟ اش غندير بك؟ دار باك هي اللي تصلح لك، نجيب لالاتك يلا اش كتستنى؟ واش جاب لك الله ما نجيبها شي ولا؟ واخا تعيا تشعل ديك الشمع ما غدير والو، انا كنقولها لك واخا تعيا تشعل في الشمع، المحبه ما كدومش بالشمع، انا كنقولها لك. وقع تشوف فيا يا انا مزيان، مشي عند باك امك ويصرفوا عليك اوكي. يلا دابا اش كتستنى؟ باقي كتزيد في الهضره، تحرك. يعني هاك انا مش حمرك نطيب لك، انا مش حمر اني كنصبر لك، مش حمر وراك تجي تهضر لك يا مجرمه، انا مش حمر. ولكن انت ما كتسكتش فيك الخير، انت ما كتسكتش فيك الخير، انت ما كيعجبك تهضر مع بنات في الزنقه يا خاطي. انا كنت شي حدا عندك ليما داير فيك انا كنت كنقول لك دابا غادي يهدي الله، انت دابا كتزيد حاسبني انا، انا نجلس موطي ونجلس هنايا، ولكن اليوم غنمشي بحال نهار با، وانت غتبقى يمك بوحدك وما تبقاش تسول فيا، وحتى ديك العكروشه ديال يمك كلها ما تبقاش تعرف لي ميتات عكروشه ديال يمك ولا زعاد مني. انا كنقول لك وديها فراسك شويه هلا بسلام، انا نمشي بحال يما عاود ماشي مشكل واخا صافي. المهم وصلت النهايه ديالك، انا غادي نجيب لالاتك وما عندي ما ندير بيك، نعيش براسي ونجيب المراه اللي بغيت انا، ما انتينا ما صالحه والو، صالحه لي غير النعاس وما كدير حتى شي حاجه ما في الدار، وجوج هضراتي باك عزيزك. شوف من الاخر نجيب المراه اللي جبتها ماشي هي انت، انت ماشي هي المراه اللي كنت كنعرف الاول، انتينا في الاول كنت كنعرفك بشكل ودابا رجعتي في شكل، اذا باغا المشاكل دابا غنجيو الاخر غنوصلو للدعوه ديال الطلاق. انا غادي نصيفط لك السلعه ديالك ونصيفط لك الورقه ديالك ونصيفط لك عند ربك اليوم، عندي ما ندير بك صافي. غنجيب لالاتك والوالده غتجيب لي لالاتك، ونوض جمع راسك ما تبقاش تضر لي في الدار ديالي صافي، ما نزيدش ندوي معاك دابا. يلا نوض جمع راسك وانا غنوض نمشي بحالي تايا، يلا انا غنوض دابا غادي نمشي نديك. أنا أريد أن أخذ الكرة، 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 أنا أري